السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، انتباهوا وياي محاضرة اليوم. بما أنه أخذنا المحاضرات السابقة راجعكم مراجعة سريعة. أول شيء أخذنا اللي هو التيبل، تعلمنا شلون نستخدمه. أنه أخذنا أنه في حالة متعددة الحدود الدوال راح أشتغل جمع وطرح وإلى آخره، أطلع دائما الثابت برا اللابلاس، بعدين راح نوزع لابلاس على الدواء. بعدين طبقنا في بعده انه في حالة جتني مشتقة طلب المنادي، مشتقة واحدة مشتقة ثانية ثالثة، بعدين عرفنا اذا كان مضروب بالاكسبونينشال. اليوم وياكم من هاي المحاضرة في حالة انه عندي الانتجرال، في حالة عندي تكامل، فهو قانون مالته راح يكون كالاتي. انتباه وياي، في حالة عندي انتجرال، يعني شلون؟ يعني يقول لي لابلاس المن لأي انتجرال من صفر إلى تي لإف للتي مضروب دي تي، فلابلاس إلي راح يكون الآتي، آخذ الإف للتي يتحول عندي يصير إف للاس، بعدين اقسمه على اس. هذا هو القاعده. انتبه وياي لهذا الجزئيه. ناخذ مثال حتى يكون الموضوع اوضح. يقول لك اريد لابلاس مثلا المن لصفر الى تي تكامل عندي، السؤال هو مثلا هنا انه ساين ثلاثة تي مثلا، فناخذ نكتب ساين ثلاثة تي دي تي، وين الاف تي عندي؟ هاي الاف تي يساوي لي ساين ثلاثة تي، راح اخذ لي اف اس. ايش راح يساوي لي اف اس؟ الساين هو عبارة عن اي تقسيم اس تربيع، فاذا الاي مالتي اليد ثلاثة يصير اي اللي هو ثلاثة على اس تربيع زائد اي تربيع اللي هو ثلاثة تربيع. هذا بالنسبة لمن؟ انه بالنسبة للدالة اللي عندي ضمن التكامل. قانون مالته شو يساوي لي؟ يساوي لي اف للاس تقسيم اس، هذا اف للاس استخرجناه. اذا لابلاس لابلاس لتكامل صفر الى تي ساين ثلاثة تي دي تي، شو يساوي لي؟ ثلاثة على اس تربيع زائد ثلاثة تربيع اللي هو تسعة زائد تسعة مضروب في الاس، يعني قسمت على اس. ينتهي السؤال لهنا، يعني مجرد انه بالتكامل، في حالة هذه التكامل اخذ الدالة طلع لها اف الاس اللي هاي عن طريق الجدول، انه بقسم على اس. وهذا مثال يوضح انه ساين ثلاثة تي مثلا، اذا جاني اكثر من دالة مثلا متعدد الحدود عادي اوزع لابلاس الها، اخذ الدالة الاف تي وانه باخذ لها لابلاس طبيعي وهكذا. اذا جاني الدالة داخل التكامل هي شيفتنج، طبيعي جدا. اذا شفتك شو نسوي؟ نسويها نفس الترتيب. اوكي، واضح طلاب؟ هذا المقطع اليوم صغير كلش كافي بالنسبة لي، مجرد تفهمون شغلة التكامل. اتمنى لكم موفقين، ولا تنسون الاشتراك والقناة. بالتوفيق.